السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف فكرة السبيس وازاي نعملها، وهنعملها مع لينك، يعني مش هنعملها في نفس الملف الريفت، لا هنعملها مع ملف يكون مصحوب لينك معماري. طيب انا هقول دلوقتي انا عايز ميكانيكال، تمام، ميكانيكال والكتريكال يعني سيستم. اوكي، التمبيت اللي اسمه سيستم ده بيبقى فيه الاعدادات بتاعة الميكانيكال والالكتريكال، الاتنين مظبوطين. طيب دلوقتي هقول له ان انا عايز ادخل ملف ريفيت، هقول له لينك ريفيت، وخلينا نسحب الملف اللي هو بيجي مع البرنامج على طول بحيث ان انت مضطرش تحمل حاجة. هقول له من السي بروجرام فايل اوتو ديسك، ريفيت سامبلز. اي واحد فيهم اسحبه مفيش اي مشكله خالص. انا اخترت اللي هو اركتكتشر لينك موديل. بعد كده هخش في الالفيشن، واقول له كولبريت، واسحب الليفلات ديت، فاقول له كوبي مانيتور، واقول له سيلكت لينك، واسحب اللينك دوت، اقول له كوبي مال تيبل، سحبنا الليفلات، وهقول له فينيش مرتين، فينيش للسيلكت وفينيش لعملية المانيتور. دلوقتي عايز اعمل الفيوهات بتاعتها، فاروح للفيو واقول له بلان فيو، واروح محدد كله واقول له اوكي. دلوقتي اقدر الغي الليفلين دول لو انا حابب. بعد كده لو احنا رحنا اي ليفل فيهم مثلا ليفل 1، واقول له حط لي سبيس، فالسبيس من اناليسز، سبيس اقول له بليس سبيس اوتوماتيكلي، فهو يبدا يحط السبيس في كل حاجه. ما لقاش حاجه خالص. ليه ما لقاش حاجه خالص؟ لان ده لينك، ده الفرق بين ان احنا نشتغل على ملف او ملف لينك، ان في خطوه لازم اعملها ان انا اعلم عليه واقول له ايديت تايب، واقول له روم باوندنج عشان يحس بالحوايط. خلاص كده لما تيجي تقول له سبيس بليز سبيس اوتوماتيكلي، هتلاقي ان هو عمل 34. نروح على الدور التاني، هو سماهم ازاي؟ سماهم سبيس 1 سبيس 2 سبيس 3، فانا عايز ياخد الاسامي من الروم زي ما نشوف بعد كده بعد ما نعمل الدور التاني.
الدور التاني سبيس بريس سبيس اوتوماتيكلي. طيب لو انت بصيت هتلاقي ان انا ما كدبتش عليك وان هو فعلا سماهم سبيس 1 سبيس 2 وهكذا. خلينا نعمل زوم اهوت. طيب الحل ايه؟ ان انا اروح للاناليسيس واقول له سبيس نيمينج واقول له بقى لكل حاجة خد نفس المعلومات من الروم. فايدة السبيس ان عندي معلومات خاصة بالميكانيكال والالكتريكال وهكذا. لما تيجي تعمل سيلكت هتلاقي ان في حاجات كتيرة نوت كومبيوتد، يعني هو لسه ما حسبهاش. تمام، في حاجات كتيرة هو مش قادر يحسبها لسه. ولو انت مثلا قلت له انا عايز زون زون، يعني عايز اربط كذا سبيس ببعض هما ليهم نفس المعاملات. زون تعمل سيلكت على السبيس اد سبيس وتقول له فينش الزون، هيعتبرهم كلهم دي زون واحدة. طيب الزون الواحدة دي في حاجات كتيرة فيها not computed not computed not computed. ماشي، طيب عشان اخليه يحسب هقول له انا عايز اعمل الحسابات بتاعتي. طيب في ريفت 2022 لغوا اللي احنا هنشرحه دلوقتي اللي هو هيتنج اند كولينج وحطوا حاجة بداله. تمام، انا شايف ان هم كانوا خلوها زي ما هي بس زي كل مره يعني. طيب هيتنج اند كولينج لود دي موجوده من زمان جدا، مش فاكر 2010 لحد 2021، وبعد كده في 2022 شالوها. بندوس هنا وبنبدا بقى ندخل الانفورميشن، الاسئله بتاعته، نوع المبنى، المكان موجود فين، يعني دور هو الجراوند، البيلدينج سيرفيس، السكيماتيك تايب وهكذا. كل المعلومات ديت دي خاصة بالمبنى كله، الديتيلز دي خاصة بسبيس سبيس. الريبورت تايب احنا مختارين ستاندرد، في واحد بيبقى اكتر ديتيل وفي واحد بيبقى مجمل. مجرد ان احنا نقول له كالكوليت فده بيأثر على المشروع ككل ويخلي كل حاجة تبقى محسوبة. فزي ما انت شايف بيطلع لي تقرير فيه كل التفاصيل، كل زون السبيس سامر مثلا هيت، هتلاقي حاجات خاصة بيه كولينج لود والحاجات دي كلها. طيب انا يهمني ان انا لما هاجي هنا واقول له اديني معلومات عن السبيس هتلاقي كل حاجة اتحسبت. هتلاقي لو انت جبت زون مثلا، تعال نحط زون، هو بقى بيبدأ ايه يحسب الزون، كل الحاجات دي خلاص اتحسبت خلاص. طيب لو انت قلت له مثلا عايز ابدا ادي كولر من خلال الحسابات ديت كولر فيل، وهنختار انها سبيس. طبعا هو هنا الافتراضي بتاعه انها بالاسم، هو بيبدا يعرف ايه الحاجات اللي موجوده. هيد سكيم ممكن تقول له ايه بالنيم، لا ممكن تقول له بأي حاجة من الحاجات ديت، مثلا الديزاين كله جلود. هتلاقي في حاجات كتيرة بقت موجودة، لو انت ما عملتش خطوة الاناليسيس دي بتلاقي كلها 000. طيب انا عشان اشوف موضوع الاسم دوت هاجي هنا الاناليسيس واقول له سبيس تيبنج اوكي، فهو ياخد الاسامي من الريفت. فدي الخطوه ديت تمام خاصه بالاصدارات اللي قبل 2022. تمام، غير اهو الاسامي بتاعت الغرف. طيب نروح هنا
اعملها بقى ازاي في الريفت 22 و23. باجي هنا على الجنريت واقول له يوز اكسيستنج. اوكي بعد كده بنروح لسيستم اناليس ونختار ان احنا عايزين HVAC System Load and Sizing، وده اسم الريبورت، والريبورت فولدر بتاعه هيبقى موجود في المسار دوت، واقول له Run Analysis. تمام، بيقول لي ان انت اصلا اديت الاوردر ده، كان في اوردر تاني شغال في الخفيه. لو جيت هنا هتلاقي باك جراوند بروسيس، هتلاقي ان هو بيعمل System Analysis Calculation ولسه مخلصوش. ده بديل عن الامر اللي كان موجود في الاظهارات اللي قبل كده، اللي هو هيتنج اند كولينج، اللي هو كان خساره اللي هو. تمام، لما يخلص هتلاقي خلاص بقى كل زون وكل سبيس بقى فيها الانفورميشن بتاعتها، مفيش حاجه ناقصه. تمام، هو خلص، فبيقول لي خلاص كده نو باك جراوند كالكوليشنز ان بروجريس. ولما تعمل سيلكت على اي زون تبدا تلاقي كل الانفورميشن موجوده. وبكده يكون خلصنا فكرة السبيس وازاي هنستفاد منها وازاي نقدر نعمل اناليسيز.